وشاف أن ثوب الزهراء سلام الله عليها ثوب البيت مو ثوب الجديد، سألها حتى أنا وياك نتعلم، بني فاطمة لما أنفقتي ثوبك الجديد؟ قالت يا أبا إن الله سبحانه وتعالى يقول لن للنفي المؤبد، يعني ما يصير غير ممكن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شايف بعض الناس لما يجي فقير باب بيته يشيل من طعام الأصلي اللي بعد ما قايسه يعطي أول الفقير، هذا ممتاز. وكو بعض الناس لا، زيادة طعامه اللي ذي يرميه بالدرام ينطي برا ينطي للفقير، هذا ثواب جدا أقل. الثواب العظيم أن الإنسان الشيء الذي هو يحبه ينفقه في سبيل الله. أكو تضارب بين ما يحبه الإنسان وما يحبه الله. دققوا إخواني، دائما الأشياء اللي احنا نحبها الله هاي الأشياء اللي تحب، يعني كلنا نحب أولادنا، الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان بالولد. كلنا نحب أموالنا، الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان بالمال وأنواع المال من السيارة والبيت وإمثال ذلك، امتحانات إلهية. كلمة البر مأخوذة من البر، البر احنا باللغة العربية نقول البر يعني الصحراء، لأن المكان الواسع يقولون له بر، والإنسان الذي صدره واسع دائما الخير منه مأمول كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، هذا نقول له إنسان بار، يعني الصدر وسيع حاضر في سبيل الله يعطي كل شيء. والبر مأخوذ من كلمة البار يعني العمل الصالح، لأن العمل الصالح أيضا عمل وسيع إلى الشعاع في الدنيا والآخرة. لا تتصور بعض الأعمال تنقضي، لا، الله سبحانه وتعالى كاتبها لكم في ميزان حسناتكم في ميزان أعمالكم، الأعمال الصالحة ولو بنظرك يكون عمل ضئيل قليل ماديا، ولكن عند الله سبحانه وتعالى عظم. الرواية عن سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام عليه السلام يقول من سقى مؤمنا شربة ماء، شربة مية بس، سقاه الله من الرحيق المختوم، شو شقد به ثواب، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما في القرآن في سورة المطففين. هذا العمل قليل، يعني شربة مي ماديا ممكن ما له قيمة، ولكن معنويا عند الله عظيم. من أشبع مؤمنا، واحد طيب سندويشة قرصة خبز، لا يعلم ما له من الأجر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلام الإمام الصادق، إلا الله رب العالمين. زين ممكن أنا سندويشة أشتريها 1000 دينار، مبلغ قليل، أشبعت بطن إنسان، هذا عمل عظيم عند الله. أيضا أذكر الإخوة قبل ما أكمل الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى إخواني بالقرآن يقول العمل الصالح ولو كان بمقدار رأس أبرة أو أقل، يا بني إنها إن تك مثقال ذرة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، عمل جدا صغير، رجال شايب ما يقدر يتحرك، رحت تواضعت قدامه قلت عمي سلام عليكم، مسحت على راسه مسحت على وجهه فرحت، هالمقدار كمثال، هذا عند الله عظيم وإن كان هذا العمل ضئيل. طفل صغير طفل يتيم مسحت على راسه فرحت بأي طريقة، عظيم عند الله. نفس هذا القرآن اسمع آيتين عجيبة، الآية الأولى يقول إذا سويت عمل خير أقل من رأس إبرة محسوبة عند الله، الآية الثانية يقول يوم القيامة بعض الناس
لو أن لهم ما في الأرض ذهبا. هاي القاعدة كلها الكرة الأرضية تصير ذهب. قرآن أقرأ لك مو رواية، هاي ما بيها شك. لافتدوا بما تقبل منهم. يوم القيامة يجيبون الزنقين يقول إلهي جميع أموالي أخذها بس تجيني، ما ينقلب خلص بالدنيا أكل من رأس الإبرة محسوبة، بالآخرة لو أن لك ما في الأرض ذهبا ما القيمة. زين، لن تنالوا البر. البر شنو؟ الله سبحانه وتعالى، راجعوا سورة البقرة آية 177 يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن شنو البر؟ ولكن البر احسن من اتقى وآمن بالله وملائكته واليوم الآخر والنبيين وآتى المال على حبه. على حبه هذا الضمير هل يرجع إلى المال؟ ممكن على رأي بعض المفسرين. على حبه يرجع على حب الله، هذا هم ممكن. وآتى المال على حبه ذوي القربى أقربائه واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله. هذا البر يعني مطلق الأعمال الصالح، أي عمل صالح اللي تعمله، ذكر لسان، مساعدة إنسان من أقربائك. إجا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه يعني معروف أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري كان عنده بستان بالمدينة، كل واحد يتمنى هذا البستان. بستانه كان جميل ورتب وفيه ماء عذب، يعني بيه عين، العين كان بيها مية حلو. وكم مرة صار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب من هذا الماء ويتوضأ من هذا الماء، يعني مية متبرك. وخير كثير كان في هذا البستان، يعني بثمار، بنخيل، بأنواع التمور والرطب وأمثال ذلك. أبو طلحة لما سمع هاي الآية المباركة، آية 92 سورة آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكر قال إذا أنا متت هذا البستان بعد ما يفيدني، أنا وحي أريد هذا البستان أنفقه في سبيل الله. جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت تدري أنا من مال الدنيا أحب هذا البستان، أحب بستاني أنا تعبان عليه، أريد أن أنفقه في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم شجعه قال ولكن ابدأ من أقربائك. عندك أقرباء فقراء تريد سوى عمل خير؟ ابدأ من أقربائك. عندك أخ ضعيف، عندك أخ ضعيفة مادية، عندك ابن عام، ابن خال، ابن خالة، قرايبك، ابدأ من هذول. أبو طلحة باع البستان ووزع المال على هؤلاء الفقراء والمساكين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيضا في الرواية لما نزلت هذه الآية المباركة، أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه يوم من الأيام نزل عند ضيف. شوفوا إخواني أكو مسألة مهمة، اللي الحمد لله أهل العراق لهم هذا الشرف بالذات، يعني بالعرب أنا ما شايف مثل أهل العراق يحبون الضيافة، وهاي الأخلاق إحنا أخذناها من أبينا إبراهيم عليه السلام. أبونا الأول هو إبراهيم، الله بالقرآن يقول ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. إبراهيم مو بالجد السادة، جد كل المؤمنين والمسلمين جد. إبراهيم عليه السلام هو عراقي مولود في أور في الناصرية، مرتهم السيدة سارة عراقية اللي أم اليهود والنصارى، مرته عراقية أم بني إسرائيل سارة. إبراهيم عليه السلام من صفاته الطيبة أنه كان مضياف، يعني يحب الضيف،
شلون؟ اذكروا شوفوا القضية بالقرآن. اجون ثلاثة من الملائكة، طبعا الملائكة ما يأكلوا الطعام، بشكل بني آدم. اجوا ضيوف. دققوا القرآن. فما لبث زين ثلاث نفرات على لو عنده ضيوف دجاجة تكفيهم وتزول. تدرون إبراهيم ايش سوى؟ قرآن. يقول فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، عجل بكبره سواه مشوي، عجل مشوي خلي قدامه، قدام ثلاث نفرات. هذا إسراف؟ لا، هذا احترام الضيف، إكرام الضيف. إذا عندك ضيف اذبح الذبيحة، الزائد الضيف يسوي الذهب. نعم زيادة الطعام لا ترمي بالزبالة، هذا حرام، إسراف تبذير. الزايد وسع على المحتاجين. قلت في هاي الصفة العراقيين لهم التقدم على باقي الأمم بمقدار اللي أنا شايف. هذا هم ورث أخذوه من أبيهم إبراهيم عليه السلام. أبو ذر الغفاري إجا ضيف واحد، شوفوا بالتفسير. أبو ذر قال للضيفة روح هناك مربض البعران، انتخب لي بعير لواحد. يا جماعة البعير أقلا يوكل 100 نفر، أقلا، إذا نقول أكثر. أبو ذر عنده ضيف، قال له روح انتخب واحدة من بعراني. الضيف راح انتخب بعير صغيروني ضعيف نحيف، قال كافي وزايد همك. جاب البعير. أبو ذر عليه السلام قال له لقد خنتني أنت، هاي خيانة هاي. ليش؟ قال ليش جاب البعير الضعيف؟ هو راح جاب أسمن بعير اللي عنده، نحر للضيف. ضيف قال ليش؟ قال اسمع اقرأ القرآن، القرآن معلمنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني أحب البعير الأكبر هذا يعطي الضيف. قال له وش زايد؟ قال له زايد أعطيه في سبيل الله، خلي الناس يأكلون. أعزائي الله إن شاء الله موفقكم ويوفقكم أكثر. شهر محرم الآن بدينا، هاي أول ليلة محرم. الحمد لله كلكم أهل الخير. أنفق ولا تخف من ذي العرش نقصانا، أنفق في سبيل الحسين خصوصا، خلي الناس يأكلون، خير وبركة الحمد لله. تقدر توزع على الناس ماي بارد، تقدر توزع على الناس شربة، تقدر توزع على الناس فواكه، الخير اللي يجي من إيدك والله يعوضكم. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنتم مؤمنين يا ناس، أميركم أمير المؤمنين يقول من أيقن بالخلف أجاد العطية. أمير المؤمنين يقول أنا يقين عندي الله يخلفني، يقين عندي، اليوم أدفع 10 دنانير الله يعطيني وأكثر يعطيني. من أيقن بالخلف أجاد، يعني زين يطي في سبيل الله، أجعل بالعطية، مو قصدي في سبيل الله للفقير، لا على أهلك، على أولادك، على بناتك، على بيتك، على نفسك، انفق. فالإنسان المؤمن ينفق ما يحب. إذا القرآن يعطينا معيار، إذا واحد شفته ينطي العتيق اللي هو بعد ما يريده في سبيل الله، هذا ما إله ثواب عظيم، ثواب قليل. إذا واحد ينطي فضالة الأكل ماله للفقير، إذا واحد ينطي فضالة الخبز ماله للفقير، من كل ما بي ثواب، ثوابه جدا ضئيل. يا ثواب عظيم عمل الإمام زين العابدين سلام الله عليه. إمامنا زين العابدين لما كان الإمام كان صايم شهر رمضان، دخل المطبخ شاف جدر مليان بالطعام، قال أول جيبوا لي كم صحن من الصحفة، صحفة يعني صينية، فملأ الصحفة بالطعام. قال هذا ودوه هذا البيت، بيت جيراني، بيت جيراني، بيت جيراني، أول انطل الطعام للجيران، الباقي القليل هو أكل سلام الله عليه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. طيب شلون احنا نصير من أهل الإنفاق؟
الإنفاق إلى مراحل. واحد ينفق من ماله، هذا درجة عالية من الإنفاق، خصوصا المال الجديد في سبيل الله. الأعظم من الإنفاق بالمال الإنفاق بالوقت. يعني بعض الناس عندهم شغل وياك وانت تقدر تخدمهم زين، تقدر تخدمهم، يعني لازم تترك شغلك تروح ورا قضيتك تنفق من وقتك، هذا عظيم عند الله، الله يحب هذا العمل، قضاء حاجة المؤمنين والمؤمنات، قضاء، اللهم صل على محمد، قضاء حاجة المؤمنين والمؤمنات محبوب عند الله. الإمام الصادق عليه السلام كان في حال طواف الكعبة، واحد قال يا ابن رسول الله عندي شغلة، الإمام طلع قطع الطواف، طلع قال ها شنو حاجتك؟ هاي الرواية مقراها لكم بالمناسبة عن الإمام الصادق. إخواني بعض الروايات لا تزعلكم، هذا طريق كلنا عندنا، كلنا لازم نموت يوم من الأيام، يعني ما بي مجاملة، إن شاء الله عمرك طويل ولكن 200 سنة بعد لازم تموت، إنك ميت وإنهم ميتون، لابد لنا من الموت. فسبحان من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده إيش بالموت والفناء، لازم نموت. الإمام الصادق عليه السلام يقول لما يموت الإنسان، إن شاء الله إخواني الشباب يسمعون، الإنسان لما يموت زين شايفين كلكم أهله أولاده بناته أبوه أمه أصدقائه يبكون يتأثرون، حقهم فراق. الإمام علي عليه السلام في كلمات يقول يقولون إن الموت صعب على الفتى، كلام أمير المؤمنين، مفارقة الأحباب والله أصعب، واحد يفارق أحبابه أصدقائه زوجته زوجها المرأة وهكذا صعب زين. هذا البكاء والفاتحة والذكر إلى وين؟ إلى بوابة القبر. يعني الآن الله يرحم أمائكم أمهاتكم أمواتكم، الآن غمض عينك شوف قبر أبوك بالنجف الأشرف، قبر أخوك أختك صديقك الآن نايمين هنا من يومهم محر، خلص راحوا إلى رحمة الله، خصوصا إذا انقضى على وفاته 4 سنين 5 سنين ننساهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول لما يشيلون الجنازة أقول على نفسي يودوني إلى المقبرة أتوسل، يا جماعة إخواني أولادي بناتي لا تركوني لا تخلوني وحدي، ولكن شئت أم أبيت يخلوك وحدك، كلهم يرحمون أنت تبقى غريب. الإمام زين العابدين عليه السلام يبكي لهذه الحالات، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي إنك أصير غريب، خصوصا لما يحيلون التراب بعد الروح، الروح حلوة تشوف، أشوف أولادي راحة وبناتي راحة وأصدقائي كل واحد ركب سيارة الجكسارة ما وراح، خلوني وحيدي ما حد ماكو، لا إله إلا كل ما أتوسل ينطوا ظهرهم يروحون يرجعون للبصرة. الإمام الصادق يقول من أصعب الساعات على الإنسان هاي الساعة، ساعة الوحدة والوحشة. والإمام عليه السلام يعلمنا عمليا، الإمام يقول لما واحد تودوه للدفن أولا ادفعوا له صدقة ليلة الدفن 5,000 10,000، انطني ولد فقير انطي في سبيل الله. شايفين بعض ذول الشباب الله يحفظهم واقف ينظف زجاجة السيارات، يبيع قهوة يبيع شاي وسط الدخان وسط السيارة، هذا أخذ من عنده شاي أفرض نص دينار انطي 5,000 دينار من الباقي إليك فرح. الإنسان المؤمن لما الكل يرحون ويبقى وحيدا فريدا تأخذ الوحشة الشديدة زين. هنا الإمام الصادق عليه السلام
يقول لما راحوا الكل والإنسان يحس بالوحشة فالمرة يشوف أمامه نور عجيب، نور ذي يقترب من عنده. طبعا المؤمن إن شاء الله كلكم من المؤمنين، من هذا النور؟ ينظر إلى حورية من الجنة تقول له أنا ذلك السرور الذي أدخلته على قلب أخيك المؤمن. تذكرنا من قاعد بسيارتك، اجى طفل مسح سيارتك اعطيته، هو حق 1000 دينار انت اعطيته 10000، فرحت قلبه. هذا يصير، هذيك الحورية. تقول انا ذلك السرور الذي ادخلته على قلب اخيك المؤمن. زين، ففي هذه اللحظات الانسان المؤمن في قبره لما الكل راحوا لا تفيده الا صدقته، أعمال الصالح. والقبر صندوق، صندوق توفير. الآن أكثركم عندكم حسابات بالبنك، حج شقد عندك بالبنك؟ واحد يقول عندي 1000000، واحد يقول 5 ملايين، واحد يقول عندي 60 مليون. عنده فلوس بالبنوك بالمصرف. أكو بنك، بنك الآخرة. هذا البنك إذا تشيل من الرصيد ماله ما ينتهي. أمير المؤمنين يقول والقبر صندوق العمل، العمل الصالح. هل اللي انت جاي ليله اول محرم قاعد في مجلس الحسين سلام الله عليه، هذا صندوق العمل. الان يكتبوا لكم، الله يعلم الان كم من الخيرات والبركات لتنزل عليكم ببركه مجلس الحسين سلام الله عليه وذكر لعبد الله الحسين، جزاهم الله خير الذين اقاموا هذه المجالس. فالانسان المؤمن اذا مات واصبح وحيدا في قبره هناك الصدقة ما تفيده، العمل الصالح ما يفيده في ليلة أول قبر. شو استوى حتى أصيب من أهل الصالحات، من أهل البر؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قلنا أولا الإنفاق بالمال اللي أقدر عليه في سبيل الله. ثانيا الإنفاق بالوقت. ثالثا الإنفاق بالعلم. أنا عندي مهنة، عندي فن، أعلم الآخرين. وأكو ناس يعرفون في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في مجال نعم العلم، الجامعة، الكلية، الحوزة العلمية، أي شيء. زكاة العلم نشره، ننشر العلم بين الناس. أشوف واحد صلاة باطلة باللسان الطيب مو قدام الناس، اجي اصافها اقول عيني حبيبي ترى هاي صلاتك فيها اشكال. مثلا انا شفت في حرب الامام الحسين عليه السلام رجال كبير كان بالسن، هذا بعد ما ركع يرفع راسه. ادري انت شلون في حال الركوع لازم جسمك يكون ثابت مو تتحرك، زين جسمك يكون ثابت وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده اقلا مره تقول. انت شلون بس ركعت شد راسك؟ ايش قلت؟ واحد. زين هسه رفعت راسك. بابا هذا القيام لازم يكون جسمك كامل يوقف. انا شايف انتم شايفين بعض الناس جسمه بعد نص استوى هيجي، بعد ما كامل. يروح للسجود. باطلة صلاتك. صلاتك باطلة. لازم بعد الركوع توقف قيام كامل. زين هسه شفت واحد صلاته باطلة. انصحه احشوية يأثر. هاي الصدقة. صدقة العلم ولو مسألة عادية أعرف أبين للناس. هالسنة رمضان أنا مشيت بالبصرة شهر رمضان بالدير مجلسة مسجد الإمام الحسن عليه السلام. زين إخواني مسألة شرعية، إجماع علماء الشيعة لازم الفاصلة بين بلدك والبلد اللي تسافر له يكون أقلا إذا تريد نفس اليوم ترجع 24 كيلومتر. زين 24 كيلومتر من وين حسبه؟ تحسب من اخر اثر من بلدك. يعني انا عايش بالعمارة، اخر بيت مال العمارة مع اول بيت من محافظة البصرة، هاي البيوت لازقة ببعض. فالزمان ما كانت لازقة، الان البصرة ويا الهارثة لازقة، ماكو فاصلة، ماكو صحاري بينها. فلازم يكون بين المدينة والمدينة أقل من 24 كيلومتر تشول ما بي أثر.
كبرة المدينة، هذا بعد ماكو هنا، هاي مدينة كبيرة صارت، ما علينا كمسألة شرعية. زين بعض الناس كان يجون للبصرة يفطر، وحرام يفطر لأن صومه صحيح، لأن مو مسألة شرعية. فالإنسان الذي يعرف مسألة شرعية لازم يعلم، خصوصا الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول، يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أول شيء أهلك، بكل صراحة شايف بنتك المحترمة الكريمة شعرها طالع باللسان الطيب، امسح على رأسها، بابا حبيبتي الله يخليك، ترى هذا حرام بابا، هذا شعرك غطيه، ما بيزعل بنتك. مو احنا بعضنا نبخل حتى على أولادنا حتى على بناتنا. ابنك صلاة الصبح ما يصلي، باللسان الطيب فخمه، بابا انت صاير رجال بالغ، كملت 15 سنة خلص واجب عليك، قوم صلي صلاتك اول الوقت، ان الله يحب الصلاة في اول الوقت، هذا علم انشر. زين، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، انفاق المال العلم الوقت، افضل الانفاق في سبيل الله انفاق النفس، يعني واحد ينفق روحه في سبيل الله، ينفق دمه في سبيل الله. هذا اللي انتم تقرون في زيارة الحسين عليه السلام، ما شاء الله اهل البصر موفقون، بتروحون انت المشايخ وغير المشايخ لما تقوم مقابل الحسين عليه السلام شو تقول؟ تقول وبذل مهجته فيك، المهجة يعني الدم الذي يجي بالشريان الكبير، هذا يقولون مهجة. الحسين بذل مو فلوسه بس ولا علمه بس، بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة، حتى الناس من الجهالة وحيرة الضلالة، الناس يصيرون علماء، الناس يصيرون مثقفين. ليش إمامنا الحسين عليه السلام هذا الإنفاق العجيب في سبيل الله قدم؟ الله يرحم المرحوم شيخ محسن أبو الحب رضوان الله عليه، يقول أعطى الذي، الحسين أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين، حتى الطفل الرضيع ما نقدم في سبيل الله. وبعزة القعساء خاطب نفسه، يا نفس لا تغني بنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي في سبيل الله، فاصعدي يا نفس فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذي رأسي وأرأس أسرتي مع نسوتي تهتى لرجس بالضلال مبين. أعطى في سبيل الله منتهى العطاء، إلى أن حتى أعطى رضيعه وأعطى جسده الطاهر وأعطى مهجته في سبيل الله، وجرى ما جرى لإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اللي تشوفون أنتم المؤمنين، الله يحفظكم إن شاء الله جميعا، الله يرحم آبائكم، وإن شاء الله توصلون الأمانة إلى أبنائكم. شيعة الحسين سلام الله عليه يقدرون إمامهم كل سنة، كل سنة وكل عام أول محرم يبدأون يلبسون السواد، يجون إلى مجالس الحسين، يشاركون في مجالس الحسين، أي مشاركة مقبولة إن شاء الله، تقديرا لذلك العطاء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، أنفق في سبيل الله إلى درجة أن صار وحيدا غريبا. يقول الراوي رمق بعينه نحو السماء، قال إلهي رضا برضاك، صبرا على بلائك، لا معبود سواك، أغثني يا غياث المستغيثين، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قد
قطعتني في الحب إرباً، لما حن الفؤاد إلى سواك، أغثني يا غياث المستغيثين. نظر يمينا وشمالا لم ير إلا من صافح التراب جبينه وقطع العمام أنينه، صاح بأعلى صوته وغربته: رحم الله عينا درعت وبكت على مصيبة الحسين وقلة ناصرا، ليس له من ناصر ولا معين إلا امرأة شريفة عقيلة بني هاشم، خرجت من الفسطاط واضعة يديها على رأسها وهي تنادي: ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل. نظرت نحو النجم الأشرف صاحت: أبا يا علي أدرك لعلك من أثر أضر منا، أتفكنا وتولى دفن قتلانا؟ قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تبض على الأبذاء أجفايانا، كني بغا حدر يا بويا ما تجين ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المجلس تحت السماء لطعم آخر، ارفعوا أيديكم نحو السماء الآن الملائكة تشوفكم وترفع أصواتكم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، ما شاء الله إذا دعا يا مجيب دعوة المفطرين. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب
غريب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ارفعوا أيديكم نحو السماء بحق الحسين. ها الليلة الأولى من السنة الهجرية إن شاء الله ليلة سنة مباركة تكون بحق الحسين. 10 مرات يا الله 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 يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله مقضية إن شاء الله يا الله. عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. أيد وسدد حماة الدين. اللهم اشفي مرضانا آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا جميعا مع أنصار الحسين. تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.